أنباء مواجهات بين سكان المنطقة الجنوبية والعمالة أفريقية أو متسللين من أفريقيا. راح يكون معنا المتحدث باسم أمارة منطقة عسير، نتحدث عن هذا الموضوع ومدى صحته. ومواطن في الشرقية يتهم المستشفى بمحاولة القتل الرحيم لابنه، ودراسة لإنشاء هيئة مستقلة للمنافسة ومنع الاحتكار في المملكة تنافس بمهامها جمعية حماية المستهلك. وأيضا في أهلها لهذا المساء دعوات لمقاطعة معرض الكتاب الذي سيعقد في الرياض. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. ننطلق من اكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه. نتابع. المقال الأكثر قراءة للكاتب خلف الحربي من صحيفة عكاظ بعنوان عام على تمشية الأمين. كل عام وأنتم بخير. مضى عام كامل على مقال تمشية مع معالي الأمين الذي نشرته في هذه الزاوية بعد جولة لطيفة مع معالي أمين جدة، أطلعني خلالها مشكورا على مشاريع الأمانة التي يمكن أن تنقذ هذه المدينة الساحرة من الحالة البائسة التي تعيشها. يقول الحربي ما لم أكتبه في ذلك المقال أنني في نهاية الرحلة قلت لمعالي الأمين أنه رجل محظوظ لأنه أستاذ جامعي يستطيع ترك المنصب متى ما أراد ويعود للتدريس في الجامعة، وهي المهمة التي أعتبرها أهم من أي منصب. واليوم بعد مضي عام على ذلك المقال أنصح معالي الأمين نصيحة أخوية، لأنه رجل لطيف جدا ويستحق كل خير، بأن يعود إلى الجامعة ويترك كل هذا الصداع، لأن الشق أكبر من الرقعة. صحيح أن التحسينات التي طرأت على بعض الشوارع الرئيسية خففت من الزحام، ولكن بصورة عامة لا زالت شوارع جدة تعاني من الاختناقات المزعجة. وما هو أهم من ذلك، كما يقول الكاتب أن الأحياء المسكينة في شرق المدينة لم يتغير فيها شيء، بل ازدادت حالتها سوءا بسبب عمليات الحفر والردم. يختم الحربي كانت الساعات الثلاثة التي قضيتها مع معالي الأمين كافية جدا لأن أتحدث معه بكل عفوية وأقول له إن ما حدث خلال عام لا ينبئ أبدا بأن جدة ستتحول إلى مدينة عصرية كما يأمل سكانها، وأن التطور الحقيقي لم يتواجد إلا في المجسمات ورسومات الجرافيك وليس له وجود فعلي على أرض الواقع. لذلك أظن يا معالي الأمين أن الجامعة تحتاجك أكثر. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة اليوم للكاتب محمد العسيمي بعنوان لماذا رواتب السعوديين أقل؟ يقول العسيمي الأرقام لا تكذب كما يكذب بعض المسؤولين، وقد نطقت هذه الأرقام بالأدهى والأمر حيال رواتب السعوديين في القطاع الخاص. يبلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات الأقل حظا في كل شيء فقد بلغ 3900 ريال مقارنة بالخليجيات بمبلغ 8700 ريال والأوروبيات ب 15000 ريال. والسؤال الآن كما يطرحه العسيمي، ما الذي يجعل رواتب السعوديين في قطاعهم الخاص أقل من نظرائهم في الدول الشقيقة القريبة والدول الصديقة البعيدة؟ الجواب هو أن قطاعنا الخاص يسرح ويمرح منذ عقود دون أن تحكمه ضوابط أو تحد من غلوائه القوانين التي تكبح جشعه وفوقيته. ويختم العسيمي الحل هو فقط في النظر إلى التجربتين العمانية والبحرينية اللتين نجحتا في ردم فجوة الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص. نجحتا في زيادة نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص، ونحن نهدي التجربتين الشقيقتين وغيرهما من التجارب الناجحة في التوطين وزيادة الرواتب إلى وزير العمل بعيدا عن بربسة نطاقات وحافز وملف لفهما. التعليق الأبرز جاء من القارئ فادي بقوله حتى موظفي الحكومة رواتبهم بربسة وزارة الخدمة بلا فائدة. النظام يعطي الحق للموظف بالترقية كل 4 سنوات،
والوزارة تدافع عن فشلها بعدم توفر الوظائف حتى العلاوات تتوقف. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان طيور الليل. يقول الشيحي: في عاصمة عربية وصلت مع أحد الأصدقاء إلى الفندق بعد الفجر. أردت الاتصال بخدمة الغرف لطلب الإفطار، فاقترح علي صاحبي أن ننزل للمطعم على اعتبار أن سعر الغرفة الذي دفعناه يشمل وجبة إفطار مجانية، والمطعم ذو إطلالة جميلة على الحديقة. هذه تبريرات صاحبي ذي القلب الأخضر، وتقديرا لقلبه نزلنا للمطعم. وجدت جميع النزلاء دون استثناء من جنسيات أوروبية وآسيوية، واللافت أنهم في أعمار متفاوتة، صغار، كبار، شباب، أطفال. تناولنا الإفطار، استغربنا هذا العدد من السياح الأجانب، بدا لنا أننا العربيين الوحيدين في هذه العاصمة العربية. لم يرق الأمر لصاحبي، لا سيما أنه يقدر روابط الدم والعلاقات العربية المشتركة. ويكمل الكاتب: بعد العصر نزلنا للمقهى التابع للفندق في الطابق الأرضي لتناول الشاي. فوجئنا تماما بما رأينا، اختفى الأوروبيون تماما، ووجدنا ربعنا أمامنا يحتلون كل طاولات وكراسي المقهى الواسع. ضجيج وقهقهات وسلامات وحب خشوم ونقابات وعبايات من كل شكل ولون لا تعرف الخليجية من المتخلجنة، ورنين لا يتوقف للجوالات وفلاشات هنا وهناك، وشغل حامي، طلبات وعصائر وسندوتشات وحلويات والذي منه، ومعسل رايح ومعسل جاي. طبعا تحركت لدى صاحبي مشاعر الوحدة العربية والمصير المشترك، فاختار لنا طاولة وسط أمتنا العربية المجيدة، وليخسأ الخاسئون. كان هؤلاء نائمين عند الصباح، علمت أننا لحظتها أمام ظاهرة ينفرد بها الخليجيون عن غيرهم، يسدون ممرات الفندق من بعد العصر وحتى منتصف الليل، طيور الليل. لكنك لا تجدهم في الأوقات الأخرى، بل لا تجدهم في أي من مرافق الفندق الأخرى. فعلا لماذا يسافر هؤلاء؟ إذن نتابع مع قطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، والهاشتاج الأنشط عند المغردين والمغردات، وأيضا الرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان الماضي الذي يصور بريشته استغلال هوامير العقار لمنح المواطنين. من الهاشتاجز النشطة لليوم: هاشتاج سعودية تعمل سائقة حافلة، إذ لجأت مواطنة إلى التنكر بزي رجال والتلثم لتعمل سائق حافلة لتوصيل الطالبات بإحدى قرى منطقة عسير مقابل 4,000 ريال شهريا، وذلك لظروفها المادية، إلا أن وضعها للحناء في إحدى المرات على يديها تسبب في كشف أمرها. وقالت المواطنة صالحة أنها تعيش مع أسرتها المكونة من والديها وخمس شقيقات في منطقة الحفية، ونظرا للظروف المادية الصعبة التي دفعت والدها للعمل بتوصيل طالبات القرية إلى مدارسهن، إلا أن حالته الصحية وكبر سنه جعلها تفكر في العمل بدلا منه، خاصة أنها تعلمت قيادة السيارات منذ صغرها. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة: مشاجرة جماعية وقعت ظهر الجمعة في شارع حمزة بحي النسيم في العاصمة الرياض بين السعوديين وسوريين، التي أسفرت عن تسجيل عدد من الإصابات قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من فض الشجار وضبط عدد من المتهمين في القضية. وقال شهود عيان إن الشرارة الأولى للشجار بدأت بمشادات وخلافات بين مواطن سعودي يرافقه طفلة مع مقيم امتدت إلى عراك بالأيدي في خارج المطعم، تدخل على إثره عدد من المقيمين السوريين الذين انهالوا بالضرب على المواطن، ما دفعه للاستنجاد بالمارة، وتطور الوضع بتدخل عدد من السعوديين، ما حول الشجار إلى عراك جماعي. ونتابع نشرتنا وأخبار المملكة العربية السعودية اليوم، ولكن بالأرقام. أكثر من 1,000,000 تأشيرة عمرة أصدرت لموسم هذا العام 1434 هجريا، 6,000,000 معتمر تستوعبهم توسيعة المطاف في الموسم الحالي، توقعات بانخفاض إنتاج المملكة من النفط إلى 9.5 ملايين برميل يوميا العام الجاري. أكثر من 8,000,000 ريال خصصتها وزارة الشؤون الإسلامية لتنفيذ عدة مشروعات، انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة من 5 مليارات إلى 3 مليار في 4 سنوات، أكثر من 9,000,000 برميل ناتج النفط السعودي في عام 2013 وفق توقعات تقرير متخصص،
100 مليون ريال رأس مال تأسيس شركة مهارة للاستقدام. 25% من الخريجات يستوعبها سوق العمل السعودي سنوياً. 957 دار نشر وهيئة ومؤسسة حكومية وأهلية تم تسجيلها بمعرض الرياض للكتاب القادم. 1200 ريال أعلى أجر للعاملة الأندونيسية والاستقدام بعد 20 مارس المقبل. الثانية عالمياً تصنيف المملكة في قلة المخاطر للمستثمرين. نبقى أيضا مع فقرتنا الأولى وننتقل إلى أخبار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في هذا التقرير. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض سعادة الأستاذ جيرهارد شرودر المستشار الاتحادي السابق لدولة ألمانيا. تناول الطرفان آخر التطورات الإقليمية والدولية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وكان الأستاذ جيرهارد مهتماً بالاستماع إلى آراء الأمير ووجهات نظره، إذ أشار إلى أن الأمير الوليد معروف بمشاريعه الناجحة والهامة لما لديه من رؤية خاصة للفرص الاستثمارية المستقبلية. وتشمل استثمارات الأمير الوليد عن طريق شركة المملكة القابضة في ألمانيا مجموعة سيتي في القطاع المصرفي وفي قطاع الفنادق، كل من فندق فيرمونت هامبرين وموفنبيك وثلاثة فنادق سويستيل. وبهذا يكون انتهى الجزء الأول من حلقتنا لهذا المساء. ننطلق لباقي قضايانا لهذه الليلة بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم. تخوف سكان منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية من عمليات السطو التي تحدث بين الفينة والأخرى، موجهين الاتهام لعصابات أفريقية تنهب وتسلب خلال الفترة الماضية، مما حدا بأمارة عسير بإرسال بيان لنفي ما يتداول، موضحة أنه لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي سواء التويتر أو الواتساب أو الفيسبوك حول تحذير أمارة منطقة عسير للمواطنين في المنطقة من خطر المجهولين على الممتلكات والأرواح والأمن الاجتماعي. مزيد من التفاصيل معي عبر الهاتف المتحدث الرسمي لأمارة منطقة عسير الأستاذ عوض آل سعيد. هلا وسهلا أخ عوض. هلا مساك الله بالنور والعافية. الآن أنتوا نفيتوا أنه ما يتداول يعني أنه في خطر ولا نفيت انه في مشكله انيه يعني نفيت انكم انتم طلعتوا بيان للناس او تنفون انه ما في مشكله اساسا؟ اهلا انا مساك الله بالخير يا اخ علي والساده المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. فيما يتعلق بالمداخلتي مرتكزه على جانبين. الجانب الأول بيان الذي أصدرته الإمارة ونشر ليلة البارحة كتكذيب لما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر والفيسبوك. البيان الأول تضمن يعني أن أمارة منطقة عسير أصدرت بيان تحذير المواطنين، فمن هذا المنطلق إمارة منطقة عسير لم تصدر بيان أبدا، لأنه من صياغة البيان الأول المنسوب للإمارة أسلوب البيان لا يرتقي إلى مسؤولية الإمارة عن مواطنيها ولا رجال الأمن. أن ينتقد في صلب البيان ولو طلع عليها أحد أنه ينتقد رجال الأمن بشكل يعني لا يليق. طيب. وهذا ليس ديدن إمارة منطقة عسير أن تنتقد العاملين في إطارها. هذا لهذا الأساس إمارة التعسير سارعت إلى نفي هذا البيان وأنه لم يصدر من الإمارة إطلاقا. طيب. الجانب الآخر هناك مشكلة فعلا وهي العمالة المجهولين فيما يتعلق من القرن الإفريقي، لا ننفي هذا الجانب ونتعامل معها الآن على كافة المستويات. منطقة عسير لها حدود مع منطقة اليمن بحوالي 86 كيلو متر فقط، مسيطرة عليها بنسبة 97%. نحن لنا شركاء في الحدود مع جيزان ونجران لكننا منظومة واحدة نمثل المملكة العربية السعودية،
يعني وجود المجهولين الآن في المنطقة ومساعدة بعض المواطنين لهم في نقلهم أجواءهم أو تستر عليهم أو تشغيلهم خلق لنا تعامل مع الجهات مع المواطنين. والآن في قضايا تدور حول تهريبهم وتشغيلهم. طيب. ولم يتعود للمنطقة الجنوبية فقط وإنما وصلوا إلى منطقة الرياض وصلوا إلى جدة وصلوا إلى المناطق الشمالية. نعم. بالفعل هذا شيء. طيب أستاذ عواد نعم أستاذ عواد عشان الوقت الآن واضح نفي يعني التوضيح فيما يتعلق بالخطابات والبيانات، ولكن في حديث أنه يعني نقلت المواجهات أصبحت مواجهات مسلحة بين بعض الأهالي وبعض وهذول اللي يأتون من أفريقيا من القرن الأفريقي سواء من إثيوبيا أو إريتريا أو غيرها، إلى أي مدى هذا دقيق؟ خصوصا في أكثر من رواية وأكثر من تأكيد على ذلك، يعني أصبح الناس تحولوا يدافعون يعني عن أنفسهم لأنهم يتسللون يعني يطلعون فوق البيوت يختبئون في الجبال يسرقون يستغلون وحدة السيدات كبار سن. شفيف اسمعني من المواجهات بمعنى المواجهات غير موجودة بالشكل الحقيقي، وإنما أنا اليوم أنا يعني متصل على أحد المحافظات فيما يتعلق بما ورد في البيان الأول يتأكد، فذكر بأن عندهم حريق في غرفة وبلغ عنها حريق عادي في غرفة وبلغ عنها لمحافظة المجاردة بالضبط، واتضح بأن حريق عادي ونسب أحد الأخوان المتواصلين مع وسائل الاتصال إلى أن المجهول لأحد المجهولين من القرن الأفريقي، هذا غير صحيح يعني وأكد المحافظ أنها غير صحيح، وبالتالي أصبحت الإشاعة يا أخ علي يعني من خلال وسائل الاتصال التي يرمي شبهة على وسائل الاتصال ونصبح يعني طيب خلينا يعني اوكي من حقك انت انك توضح الصوره بس لا ننشغل بالنفي. انت احنا في البدايه عشان الناس دولوا عشان الامن الوطني تحدثت انه المشكله موجوده الان. ما الجديد؟ نعم ما الجديد الذي عملته؟ يعني الداخليه ماذا فعلت؟ انتم قدمتوا لها يعني خطابات او الاذرع الامنيه للوزاره هناك، هل من جديد؟ هل من هناك دهم طرق جديده ولا نفس الوضع كما هو؟ لا والمواطن يلمس يا أخي المواطن في المنطقة الجنوبية يلمس أن الجهود المبذولة من رجال الأمن سواء الشرط والجهات المختصة حرس الحدود المجاهدين هيئة الأمر المعروف التي تقوم دائما بالمداهمة ويعني القبض على بمساعدة الشرط والقبض على مصنع الخمور والمسكرات. وأنا أؤكد لك يا أخي علي بأنه لو كان المواطن تعاون 100% مع رجال الأمن ومع الجهات المختصة لقضينا على ظاهرة بسرعة، لكن من يصنع المسكر له سوق وهذا المشكلة، من يهرب المجهول يعني نجد أن عمل تجارة على هذا الأساس. نعم الأستاذ عوض السعيد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير، شكرا لك الوقت داهمنا، وصلت الأفكار والمعلومات التي يريد أن يسمعها الناس، ورح نتواصل إن شاء الله معك في المستقبل حتى نشوف ذا المشكلة. نشكر الحقيقة كل الزملاء في أي قناة أو في أي صحيفة يحاولون يقدموا معلومات جديدة من أجل مكافحة هذه المشكلة. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. طالب المواطن عبد الله القمي والد الطفل خالد الذي توفي الاسبوع الماضي في العنايه المركزه في مستشفى خاص في المنطقه الشرقيه بعد تعرضه لحادث دهس تحت عجلات سياره يقودها سائق اسيوي، الجهات المختصه يعني سارعت الى التدخل والقبض على المتهم الذي غادر المملكه عقب الحادثه عن طريق البحرين حسب روايه والد الطفل، فيما أشار ذوي الطفل إلى أن المستشفى تذرع بفقد ملفه الطبي بعد رفعه شكوى بأن الدكتور المتواجد في المستشفى طالب إزالة الأجهزة لأنه على حد قوله سوف يموت. هذا المستشفى له حق الرد، هو مستشفى المانع في المنطقة الشرقية وعندهم بيانات من عندهم تفصيلية، حاولنا نتصل عليهم لكنهم
يكون القضية لم تنتهي. كذلك وزارة الصحة أبلغونا بأنهم يعني هذه التحقيق في هذه القضية جاري ولا يستطيعون أن يقولون أي معلومات إلا بعد نهاية التحقيقات. أي سواء المستشفى اللي ورد اسمه أو الوزارة لهم أنهم يتكلمون معنا في أي وقت إن شاءوا أو في وقت لاحق. لمناقش هذا الموضوع سنرحب بوالد الطفل الأستاذ عبدالله البقومي. أهلا وسهلا بك. ما هو التقصير الذي تحمله للجهات المختصة؟ وحدثني بالضبط ما هي القصة وما الذي أكد لكم بأن السائق الذي دهس الطفل هرب من البحرين؟ مساء الخير أخوي وأهلا وسهلا فيك. طبعا الحادث صار داخل مجمع أنا من سكان الدمام. طبعا المجمع إذا تخش لازم أربع عماير بعد كذا روتير وتطلع. السائق خش أخذ حريم من داخل المجمع بقصد يديهم البحرين مشاوير خاصة. الحاصل صدم الولد وشرد الحليب معه طبعا قدام شرطة الإسكان. فطلع من المجمع اتجه جهة القطار نزل من القطار طلع في نفس اللحظة على الجسر على طول جسر البحرين. يعني الحادث صار الساعة 6:45 هو خش الجسر حق البحرين. من اللي أعطاك هذه المعلومة؟ أعطتني جوازات الجسر. طبعا ما عرفنا في نفس اليوم عرفنا في اليوم الثاني. جت واحدة من الحريم اللي كانوا مع الهندي وبلغت الشرطة قالت أنا كنت مع سائق خاص وصدمنا الطفل هنا وشرد. طبعا انتقل الموضوع لشرطة الخبر البحث الجنائي فتأكد أن الشخص سافر في نفس اليوم اللي صار فيه الحادث طلع البحرين وفي نفس اليوم الساعة 9 طلع الطيارة على الهند. وما نسقتم على الجهات القوات الأمن في أو الجهاز الزمنية في البحرين؟ لا خلاص سافر الآدمي. طيب. البلاغ ما صار في نفس اليوم صار اليوم الثاني. طيب هل صحيح أنه طلب منك الطبيب الذي كان يشرف على الطفل أن يزيل الأجهزة عن ابنك؟ نعم صحيح جيت حصلت القصدر الله يكرمك حق البول مشيولة المغبنة مشيول سألتهم ليش سويته كذا قالوا دكتورة اللي كانت مستلمة الطفل دكتورة زهرة عندي استشارية جراحة مخ. شوف هو هم ردوا المستشفى يقولون انه يعني الوزارة المدير إدارة المتابعة الفنية بالصحة الشرقية عبد العزيز الخراشي يوجه المستشفى بتأجيل سفر كل من دكتورة زهرة حسين ودكتور هيثم مع موافاتنا بالأسماء كاملة لحين البت في القضية. نعم صحيح أرسلنا الخطاب وموجود عندي صورة منه أرسلتها لكم. نعم طيب الآن أول شيء يعني أحسن الله عزاك ورحم الله ابنك وألهمكم إن شاء الله الصبر والسلوان. أنا مقدر موقفك ولكن إحنا اليوم نتحدث حتى لا يقع يعني خطأ مرة ثانية تجاه طفل آخر. الآن هو أنت متأكد إنه نزعها يعني لو ما نزعها كان حياة الطفل يعني كان مستمرة حياته حتى لا. وأكبر دليل دكتور مصري يقول لي أنت قاعد تعذبه كذا بالأجهزة شو قصدك؟ يعني أنا أدور الكلمة الطيبة أدور لواسيني. نعم طيب الآن أخوي عبد الله يعني وش آخر التطورات يعني وين وصلتوا في هذا الموضوع مع وزارة الصحة التحقيقات أنت إيش طلباتك إيش اللي أنت تريد أن يتم؟ والله أنا أطلب الشرع ما طلبت أي شيء ثاني. يعني إذا راح دم خالد فهو في ذمة السعوديين كلهم مو في ذمتي أنا وبس. طيب كيف كان تعاطي الملاك المستشفى معك أو الإدارة المستشفى؟ والله قبل الاستشاري المدير الطبي اللي هو أبو 50 تكلم معي وقال أنت يمكن فهمت غلط ما كان قصنا بس الأجهزة قصنا تغيير الأدوية وكذا ما شفت تغير أي شيء رجع نفس الأدوية هي ونفس الأجهزة نفس الشيء ما تغير ولا شيء. نعم طيب وزارة الصحة هل حددوا لك أو المستشفى يوم تظهر فيه النتائج يعني الحق معك ولا فعلا؟ لا والله ما حددوا لي جيت لهم ودق على المستشفى في نفس اللحظة وقال لها رجع الأجهزة ورجعت لقيت الأجهزة مركبة على الطفل. نعم
بس طيب. ما صار ولا شيء، توفى الطفل وانتهى موضوعه ولا استجد ولا شيء. طيب أخيرا ماذا تود أن تقول؟ والله أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا كان يعني وضع صراحة إيش أقول؟ عموما يعني الله يعوضكم خير أنت ووالدته وأهله جميعا وعظم الله أجركم. نتمنى وزارة الصحة أن يعني تهتم بهذا الموضوع وتظهر لنا الحقيقة، هل هناك فعلا في تعمد لوفاة هذا الطفل أم أنه فعلا الأمر كان طبيعي. شكرا لك والد الطفل عبد الله البقمي، كان معي من المنطقة الشرقية عبر سكايب. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم. تعكف الجهات المعنية في المملكة على دراسة إنشاء هيئة دائمة ومستقلة تسمى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لجمع وتحليل المعلومات حول الأسعار وسير الأسواق والمؤشرات السلبية الخاصة بالسلوكيات التجارية المخلة بالمنافسة التي ستكون معنية بأمورها داخل المملكة، إضافة إلى التعاون مع جمعية حماية المستهلك لتفعيل دور المستهلك في تنفيذ سياسة المنافسة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير عبد الله يحيى، ثم نعود للنقاش. جمع المعلومات والتحاليل حول الأسعار وسير الأسواق والمؤشرات السلبية الخاصة بالسلوكيات التجارية المخلة بالمنافسة تعتزم الجهات المختصة في السعودية على إنشاء هيئة دائمة ومستقلة تسمى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار. الآن جاء دور أن تنشئ هيئة لحماية المنافسة من الاحتكار، أنا أعتقد أنها لن تؤدي دورها المطلوب بسبب رئيسي، لأنه في المملكة يوجد نظام اسمه نظام الوكالات التجارية. نظام الوكالات التجارية هو يعني أعتقد هو السبب الرئيسي للاحتكار وبالتالي ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال السيارات، البنوك هي التي تتحكم في الأسعار، وليس لوزارة التجارة دور ولا وزارة أو جمعية حماية المستهلك دور ولا الهيئة حيكون لها أي دور. طالما هناك في وكالات تجارية لن يكون هناك أي قدر على التحكم في الأسعار. تختلف جمعية حماية المستهلك من هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المزعمة إنشاؤها قريبا بأن تكون مختصة في تحجيم السلوكيات السلبية من قبل التجار والمحافظة على استقرار السوق. حماية المستهلك في مهامها أوسع وأشمل من حماية المنافسة والاحتكار. المستهلك قد يحتاج أمور تتعلق بجودة المنتج، تتعلق بسعر المنتج، تتعلق بمواصفات التي كتبت على المنتج فيما يتعلق بمواصفات التي قدمت له. أما حماية المنافسة والاحتكار فتعتني بالعلاقة بين التجار، عملية التواطؤ من أجل إخراج منافسين آخرين كما حدث في سوق الألبان سابقا عندما تم خفض الأسعار من قبل التجار الكبار لإخراج صغار التجار. مثل هذه الممارسات حماية المنافسة والاحتكار تعنى بها لإيقاف الأساليب السيئة في المنافسة أو احتكار المواد الأساسية في السوق. إيجاد الإمكانيات والصلاحيات التي تجعل منها هيئة فعالة ذات قرارات نافذة تقوي من أداء عملها ليس كالتي سبقتها من هيئات. لا أتوقع أنه للهيئات هذه أي قوة أو تأثير من مستقبل التأثير الإيجابي لسببين. السبب الأول ما لها صلاحيات قوية. السبب الثاني ما عندها الإمكانيات، يعني عدم وجود الإمكانيات سواء كان البشرية أو متخصصة أو إمكانيات مادية مختبرات إلى آخره، ما عندهم الإمكانيات هذه، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. لبرنامج يا هلا عبد الله يحيى جدة. لمناقشة هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الكاتب في صحيفة الوطن والذي يعني عنده أكثر من مقال في موضوع جمعية حماية المستهلك الأستاذ أمجد المنيف. أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك. ويسرني أرحب أيضا عبر الهاتف بالأستاذ ناصر تويم وهو رئيس جمعية حماية المستهلك اللي راح يكون معنا شوي، هو خارج المملكة في يمكن في
احيانا تعثر في الاتصالات. اهلا وسهلا بك استاذ امجد. ما الذي يعني ما مدى صدقيه اول شيء هذه الفكره، وما الذي ستضيف؟ هل راح يعني تتعارض مع وجود حمايه هذا المستهلك، ام انه وجودها مهم من اجل انجاح جمعيه حمايه المستهلك والعكس صحيح؟ أولا نحدث عن مبدأ حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هذا أمر مطلوب يعني شيء مقر في كل القوانين العالمية، ولكن عندما تتحدث عن إنشاء هيئة خاصة لمثل هذا القانون أو هذا النظام أعتقد أنه شيء يعني أكبر مما يستحق، خاصة وأنه إحنا عندنا تجربة مع كثير من الهيئات، كثير من التوقعات كانت عالية مع عند قول أنه حتى إنشأ هيئة متخصصة في مجال معين بدون ذكر أسماء، ولما فتحت الهيئة أو دشنت أو بدأت ممارساتها كانت الخيبات كبيرة. إضافة إلى أنه الخبر حسب ما ورد الخبر أنه حيكون عملها مع حماية المستهلك، وهنا طامة كبرى يعني أو طامة مشاركة للحدث نفسه، تتحدث عن جمعية لم تستطيع حماية نفسها، فكيف هي تستطيع حماية المستهلك؟ جمعية الآن يعني إن صح التعبير هي قائمة على قضية رئيسين، رئيس راحل وحالي، كل واحد يقول أنا حق بالرئاسة، كل واحد يبحث عن تواجد. أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه تحديدا لمثل هذا النظام تخصص إدارة في وزارة التجارة مثلا، ويعني ويكون في متابعة وتفعيل للقرارات اللي يعني حيفعل من خلالها النظام. نعم. طيب يعني الآن لو وجدت يعني هذه الفكرة الجديدة، هل يعني ما الجديد الذي ستقدمه؟ يعني هل ستقوم نفس الدور أم أنه في فكر جديد؟ هل لها ما يماثلها عالميا مثلا؟ طبعا في كل الأنظمة العالمية يوجد، خلينا نقول الأغلبية حتى لا نكون أكثر دقة، يوجد نظام أو قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. لكن عندما نتحدث عن إنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال، أول شيء أنت تتحدث عن تداخل في الأدوار، حيكون في تداخل في الأدوار مع وزارة التجارة، أيضا تتحدث مع تداخل في الأدوار مع حماية المستهلك رغم تحفظي على عملها بالكامل. الأمر الآخر عندما تتحدث عن إنشاء هيئة، الموضوع لا يستحق كل هذا الإنشاء. عندما تتكلم عن هيئة تتحدث عن تقريبا وزارة بكل طاقمها، سواء تتحدث عن رئيس للهيئة، تتحدث عن طاقم بشري، عن طاقم كمباني، كأنظمة. الأمر لا يستحق أكثر من إدارة في إحدى الجهات كوزارة التجارة. نعم. طيب معنا الأستاذ ناصر. طيب نروح سولو بريك بسيط، بريك صغير جدا هنا. رافق أحمد من لما كان صغير إلين صار عريس، واليوم ينضم للعيلة فرد جديد، شامبو تايد لغسيل العبايات للعناية بسواد عبايتك. شامبو تايد لغسيل العبايات الجديد لسواد تتباهي به. طيب يبدو لي الأستاذ ناصر أيضا لازل في صعوبة في الوصول له، رغم أنه أكد لنا أنكم معنا لكن لأسباب ربما تقنية مرتبطة به. أستاذ أمجد، الآن من أول ما انطلقت جمعية حماية المستهلك حتى الآن، هل صحيح ما يتردد بأنه لم نسمع إلا بالجدل والمشكلة بين الرئيس السابق والحالي بينما لم تقدم شيء؟ وأيضا سؤال آخر، هل المشكلة في من تم يعني توظيفهم في الجمعية أم المشكلة في النظام من الأساس، خصوصا وأن من يمول يعني هذه الجمعية هي الغرف، والغرف تمول من رجال الأعمال، فبالتالي وتشرف عليه وزارة التجارة، تشرف عليه وزارة التجارة، بالتالي أنت يعني بتوقف ضد شخص هو الذي يدفع لك. يعني تتحدث عن التجار؟ نعم بالضبط. طبعا دعنا ناخذ يعني تسلسل حماية المستهلك يعني من اكثر من سنة. انا تتحدث عن المقالات اللي انا كتبت بالضبط اكثر يعني قبل سنة، انه طالبت الهيئة انه تكشف شيء خلال سنة،
وعدت بعد سنة وذكرت أنه لم تكشف أي شيء، أتكلم كمنتج أو كإنجاز أو كفعالية. الآن الهيئة يمكن يعني لديها تواجد لأمرين، الأمر الأول إما يكون للحديث عن الخلاف الحادث بين الرئيسين، واحد الأول يقول أنا أحق، الثاني يطلع يقول لا أنا أحق، الثاني يقول لا محامي يقول أنا الأحق. والمضحك أنه محامي الرئيس الراحل صرح قبل تقريبا يومين لأحد الصحف يقول أنه أنا تخليت عن القضية. التواجد الآخر للجمعية في شعارات وتصريحات رنانة، لكن على أرض الواقع لا يوجد لها أي فعالية. عندنا تحدث الدكتور ناصر تويم تقريبا قبل عام ونصف، لم يخني يعني تحديد الرقم، قال لدينا 40 ملف حتناقشها الجمعية، لم يحدث من هذا أي شيء على الإطلاق. أنا طلبت في مقالي الأخير أن يكون فيه جمعية لحماية المستهلك من جمعية حماية المستهلك. الآن أنا أطالب بثلاث أمور، الأول جمعية لحماية جمعية حماية المستهلك من نفسها، الأمر الآخر لمطالبة هيئة مكافحة الفساد التدخل في الإشكالات التي تحدث في الجمعية وكشف حسابات الجمعية والأشياء اللي صرفت عليها، لأنه إحنا مو جالسين نشوف أي شيء على أرض الواقع. الأمر الثالث أن يتوقف رؤساء التحرير عن نشر أي أخبار تتعلق في السجلات القائمة بين الرئيسين، لأنه المستهلك لا يهمه من رئيس الجمعية، المستهلك يهمه إنتاج بغض النظر. الصحافة أيضا يهمها الخبر. لطيف تبعد الجمعية يعني. أنا أتحدث عن الصحافة المحايدة أو الصحافة اللي تبحث عن مهنية. في النهاية هم يعني هو لا يخدش في مهنيته لما يتكلم، هو خبر تعامل معه أمجد، لكن يعني نتكلم في العمل ماذا قدموا. هنا الإشكال عموما. باقي قطعتك أنا إذا بتكمل الفكرة. أنا كنت أتحدث عن موضوع أنه نفس الرؤساء إذا كانوا يبحثون عن مجد شخصي بالنسبة لهم، هم أعتقد أنه هذا المكان غير مناسب، لأنه هذا مكان حساس يستحق عمل بعيدا عن الهياط كما وصفته في أكثر من مقال. إضافة إلى أنه إذا هم يعني سواء رئيسين موجودين أو أي رئيس يعني حيحضر للجمعية، إذا هو يحضر للجمعية من أجل يعني تعبئة وقت فراغ لديه، أعتقد هذا مكان غير جيد للعبث. نعم، شكرا لك الكاتب أمجد المنيف في صحيفة الوطن على حضورك. كان مفروض يكون معنا الأستاذ ناصر تويم عبر الهاتف، ولكن يبدو له مشكلة في الاتصالات. بعد الفاصل ناصر الحجيلان وكيل وزير الثقافة والإعلام ووكيل وزارة الثقافة والإعلام معنا بعد قليل للحديث عن الدعوات لمقاطعة معرض الكتاب الذي سيقام في الرياض قريبا بعد قليل. أهلا وسهلا بكم. تلقت عدد من دور النشر السعودية والعربية التي ستشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تفتتح دورته الجديدة في 5 مارس المقبل. طبعا تلقت رسائل من مصادر مجهولة عبر البريد الإلكتروني تدعوهم إلى عدم المشاركة في المعرض لما يحتويه هذا المعرض من منكرات حسب تعبيرهم ومعاص. وجاء في نص الرسالة: نبعث إليكم هذه الرسالة وقد بلغنا رغبتكم في المشاركة في معرض الكتاب الدولي في الرياض لعام 1434، وكما لا يخفى عليكم هذا النص ما يحتوي هذا المعرض من منكرات ومعاصي ظاهرة، منها على سبيل المثال للحصر بيع كتب الإلحاد والزندقة والكفر ووجود الاختلاط في ردهات المعرض، وأيضا الغزو الفكري الثقافي لمجتمعنا من خلال مشاركة فرنسا ضيفة الشرف. واختتمت الرسالة بحث الناشرين على الرزق الحلال والبعد عن الباطل. للحديث عن هذا الموضوع معي الأستاذ ناصر الحجيلان، وهو وكيل وزارة الإعلام وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. أنتوا يبدو لي كل سنة يحدث هذا الشيء، ولا السنة هذه جديد فيما يتعلق بالرسائل التي تذهب للناشرين في الوطن العربي في السعودية؟ حسب ما عرفت أن هذه الرسائل مكررة، والحقيقة أنها مكررة من سنوات طويلة.
وكما لاحظت أن يبدو لي حتى المعلومات الموجودة ليست دقيقة، لأنه فرنسا ليست هي ضيف الشرف، وإنما ضيف الشرف هو المغرب. ويظهر أن الناشرين اعتادوا على مثل هذا النوع من الرسائل التي تصلهم، يعني لمحاولة إبداء وجهة نظر. والناشرين أيضا معرض الرياض مهم لهم جدا، من أكثر المعارض يمكن مبيعا، ما أدري تصحح لي المعلومة إذا كنت مخطئ. صحيح أنه السنة هذه الذين تقدموا المعرض أعداد كبيرة ولم نستطع أن نقبلهم كلهم، يعني الآخر أرقام هي 957، وثم أضيف إليها بعض الإضافات التي ستحسم قبل موعد افتتاح المعرض، ونحن يمكن نرفض كمية كبيرة، يعني تصل إلى بحدود 400-500 أحيانا من الذين يتقدمون لأسباب كثيرة: عدم توفر المساحة، عدم انطباق المعايير، لأنه مساحة المعرض رغم كبرها هي الموجودة إلا أنها لا تفي بما نسبته 25% من احتياجات المعرض، لهذا اضطررنا أن نضع معايير، وهذه المعايير صارمة لكي نسمح فقط لدور النشر التي لديها إنتاج جديد. نعم. ولديها كم دار الآن؟ يعني المجموع الذي أعلن عنه بالأمس 957. ممكن يزيد العدد؟ نعم، ل31 دولة. السنة هذه أضفنا مجموعة من الدور النشر الأجنبية لكتاب غير عربي، لأن الإقبال كذلك بدأ يكون كبيرا للكتاب الأجنبي، لأن هناك اهتمام بالكتب المترجمة وهناك اهتمام بالكتب الأصلية، خصوصا في مجالات الطب والتقنية الحديثة والهندسة، وأغلب الكتب التي ستصل هي من مطبوعات 2013 و2012. جميل جدا. أيضا موضوع البراكود وأنك لازم تسجل، هل لا زال قائمة؟ لا، ألغي، لكن كانت فكرته هو وضع ضوابط للبيع والإحصاءات وللتخفيض، لأن الشكوى المتكررة أن بعض الناشرين أو البائعين يزيدون الأسعار على الجماهير في الرياض، ويزعمون أن بعض الكتب ممنوعة ولهذا يغالون بأسعارها، وهي غير ممنوعة، لكن كلمة ماذا الروايين يروج الروايين، أيوة صارت ممنوعة، وهذا لمسناه في المعارض الماضية. جاءت فكرة وضع الباركود المتبع الآن في أغلب المحلات والمكتبات، اللي هو ستيكر يكون على الكتاب يحدد سعر الكتاب قبل وبعد الخصم، وفيه كل معلومات الكتاب المطلوبة. سوف يساعدنا كان هذا في ضبط أنه ما في بيع تحت الطاولة، ولا بيع كتب، ولا قرصنة كتب، ولا دار تأخذ كتب غيرها أو إلى آخره، ولا يتلاعبون بالأسعار، لأنه كل شيء محدد. كما يفيدنا في الإحصاءات نعرف كم نسبة مبيعات الكتب، الروايات كم، الكتب السياسية كم، الكتب الاجتماعية، الكتب التراثية، هل هناك إقبال على نوع معين هذا العام دون نوع آخر، ما هي المؤشرات. طب لماذا يعني هذا الأمر إذا كان بس هذا الهدف، لماذا أثار حفيظة كثير من المثقفين، وشعر البعض أنه إذا ما كان ما أرسل أو شيء من بعض حتى الناس اللي بتجول في المعرض لا يستطيع الدخول؟ لا، هذه مفاهيم، أحيانا تجي مفاهيم خاطئة وتضيع الفكرة الأساسية. لكن الرفض جاء من بعض الناشرين، يعني كان في حدود 600 ناشر موافقين وأصلا يطبقونهم في محلاتهم. مجموعة من الناشرين ادعوا أنه شيء ثقيل وغريب، ثم أضافوا فكرة أنه غالي. وحينما يعني ناقشت وين مصدر غلاء، وأنا أعرف أنه الباركود يعني تكلفته بسيطة بحدود 200-300 ريال، وجدت أنهم وصلوه إلى 5000 ولا أكثر، فحسبوا جهاز الحاسب اللابتوب اللي مفروض يجيبونه، والطابعة والشاشة نقطة البيع كل الشغلة، قالوا لا بس الـ200 على كل كتاب تشتريه، ولا هذا أنت الكود؟ لا هذا نظام يشتريه مرة واحدة فقط، الناشر مو المشتري، ليس له علاقة. جميل. ولا تخصم يعني ولا تأثر. فبدأوا يقولون أنه إذا اشتريناها راح نغلي الكتب، وبدأ نوع من الضغط، فاضطرت الوزارة بتوجيه من معالي الوزير إلى إلغاء هذا العام، حتى تكون في ثقافة، في وعي، في فهم، في تأمل لمصلحة ما هي الفوائد التي يجنيها الباركود للبائع نفسه. نعم. يعطيه ضبط للمبيعات،
يعرف كم باع وكم بقي وكم عنده من المستودع إلى آخره، كما طيب. يفيد إدارة المعرض في ضبط المبيعات والكتب وتقنينها، يفيد المشتري أنه ليس هناك تلاعب بالأسعار، كل شيء مقنن ومعروف. نعم. طيب أستاذ ناصر، هواجس بعض المحافظين أو الإسلاميين، جزء تعبير كلنا مسلمين ولكن هذا مصطلح، من أنه في كتب زندقة وإلحاد وكتب متحررة أكثر ما يجب، إلى أي مدى هذا دقيق، وكيف أنت، وهل فعلا اللي فيها مثل هذه الأفكار أنتم تمنعونها أم أنه تتعاملوا معها كمنتج ثقافي ولا تملون على الناس ما يقرؤونه وما يشترون؟ هناك مجموعة في معايير للكتب الممنوعة تتبعها إدارة الرقابة في الإعلام الداخلي اللي تشتغل في المعرض. في كتب ممنوعة يعني، وهي الكتب يعني المخالفة للأنظمة الملكية، القرصنة، كتب ليست للشخص يأخذها، هذه ممنوعة. هذا واحد. اثنين، هناك كتب اللي فيها طعن بالأديان أو بالأنبياء مباشر، يعني فيها إسفاف أو بالذات الإلهية، وكتب اللي فيها إساءة لقيادات البلد من نواحي يعني هذه. أما بقية الكتب فهي تخضع لتقييم الأشخاص، فمثلا بعض الكتب قد يجد فيها البعض أنها تمثل قيمة أخلاقية عالية، مقابل شخص آخر يقرأها أنها ليست كذلك، فمستوى التأويل يخضع من قارئ إلى قارئ، ونجد أن الناس ربما تنظر له من زاوية معينة بمنظار إيجابي، الشخص الآخر ينظر له من أخرى بأنه سلبي، وهذه في الجوانب الإبداعية صراحة. نعم. في جوانب يعني في مجال الرواية والقصة والأدب بشكل عام والشعر، هذا الجدل قديم، يمكن يعود بنا إلى أيام جوستاف فلوبير في فرنسا في روايته الشهيرة مدام بوفري، كيف كان الجدل حول هل اللقطات الموجودة في الرواية تسيء الأخلاق؟ ثم قام المحامي الشهير في فرنسا الذي دافع عن هذه الرواية وأخذ كل لقطة من اللقطات والمحتوى الروائي، في حيث أنها وجد أنها في النهاية تؤدي إلى تعزيز القيم الأخلاقية وليس طيب. العكس. أستاذ ناصر، معي الشيخ الدكتور ناصر الحنيني، وهو المشرف العام على مركز المركز المعاصر، مركز الفكر المعاصر. شيخ الدكتور ناصر، مساك الله بالخير. شيخ ناصر، طيب مو بجاهز علموني، يعني اذا صار جاهز اعطوني خبر. اعود لك الان. الشيخ ناصر ربما يمثل وجهة النظر المعارضة لإقامة مثلا معرض الكتاب او التحفظ على بعد ما يعني يحدث فيه ويتم فيه. صار جاهز معنا دكتور ناصر؟ دكتور ناصر مساك الله بالخير. دكتور ناصر؟ نعم نعم. اهلا وسهلا بك. حياك الله. نعم. اهلا وسهلا بك. هل انت مع يعني متحفظ على اقامه معرض الكتاب كليا او في نقاط معينه انت متحفظ عليها؟ أظن في عاقل على وجه الأرض أنه يمنع، أنه لا يريد معرض الكتاب. نحن خلينا نذهب كل البلدان الدنيا نبحث عن معرفة والثقافة. نعم جميل. ولا أظن يعني إنسان عاقل فضلا عن أكاديميين ومثقفين البلد. أيضا أنا أشيد بالمثقفين وطلاب العلم والأكاديميين في السعودية، لهم عناية أنا أعتبرها متميزة عن غيرهم البلدان بالإقبال والشراء للكتب، يعني بالذات أنا أقول السعوديين، وهذه ميزة تشهد بها المعارض الدولية خارج السعودية، فكيف بالسعودية أنهم أكثر الناس إقبالا ونشراء للكتب، وهذا مؤشر يعني ارتفاع مستوى الثقافة، أنا أعتبره متميز جدا عندنا، وخاصة في ما يخص الكتاب وشراءه وتداوله وقراءته ونقده. فأبدا نحن ليسنا عند أي تحفظ في إقامة معرض الكتاب، ولكن عندنا تحفظ على بعض النقاط إذا تريد ندخل فيها. تفضل. النقطة الأولى يعني أنا أقول وهي الجوهرية، أن وزارة الثقافة للأسف والإعلام خالفت السياسة التي هي مكتوبة عندها. نحن طلباتنا وكلامنا
نقول نريد من وزارة الثقافة أن تلتزم بالنظام الذي مكتوب بين أيديها الآن. والنظام الأساسي للحكم الذي قامت عليه البلد. نحن لم نأتي بآراء فردية أو آراء شاذة، لا لا، نحن نقول أنتم وضعتم نظام نحاكمكم إليه. نعم هذا أقصى ما قلنا، يعني لم نقول شيئا جديدا. طيب طبعا أنت طبعا راح تسألني تقول ما هي المشكلة إذن؟ نعم المشكلة يا أخي لو تتبعت كل صفحات الانترنت والتويتر والسنوات الماضية والفيسبوك، الانتقاد هو موجه لقضية واحدة، ونحن نكررها ونقول نتعجب أن وزارة الثقافة تحاول دائما أن تتحرم منها ولا تواجه، وهي قضية. أنا دخلت على وزير الإعلام دكتور معالي دكتور عبد خوجة وأخبرته شخصيا بهذه المعاناة التي يعانيها المثقف السعودي، لأنه ثقافتنا إحنا في الأخير إحنا بلد مسلم ومرجعية الشريعة، وهذه ما حد يشك فيها، وهذه من الثوابت في البلد هذا. احنا قلنا ان وزارة الثقافة الاصل هي مهمة وزارات الاعلام في العالم كله، هي قضية رقابية، انها اي شيء يعني يتعارض مع الاسس الوطنية والشرعية قبل ذلك يجب ان تمنع. من الذي يمنع؟ هم لو بيديهم السلطة، ليسنا نحن. فنحن نطالبها ان تعمل بسياستها المكتوبة، ان وزارة الاعلام هذا نص السياسة تمنع نشر أو تداول أي شيء يسيء للدين الإسلامي وإلى كذا وكذا. يا أخي نحن نتكلم عن كتب تسب الذات الإلهية، نقول يا أخي كيف تفسحها؟ كل سنة نعطيهم القائمة ونجلس ندخل على وزارة الإعلام وعلى نحن نعارض الكتب الإباحية التي محظورة على مستوى العالم أن تداول لمن هم سن تحت سن 18 سنة في الدول التي ما عندها إشكال في الجنس أصلا. لكن نحن كمسلمين أيضا أبناءنا وبناتنا في الصف الابتدائي الأول والثاني وإلى سادس ابتدائي والمتوسط، بنين وبنات يمرون ويشترون هذه على مرأة ومثلا عن العالم، هذا نعتبره جريمة يجب أن تحاكم عليها وزارة الإعلام. نعم أنت هذه معاناتنا مع الوزارة. طيب دكتور ناصر ابقى معي إذا سمحت، الأستاذ ناصر الحجيلان أيضا بيرد عليك. في البداية أحيي الشيخ ناصر حنيني. الواقع أنه الوزارة لا تفسح أي كتب مخالفة أصلاً، لا تفسح نهائياً يعني. فأنا مطمئن أنه المعرض لا يعرض هذه الكتب اللي يشير لها، اللي تسيء للعقيدة أو للأخلاق أو للذات الإلهية أو للثوابت الوطنية، هذه معروف أن خطوط حمراء لا تصل أصلاً. لكن يبدو لي أنه يمكن يشير إلى بعض الكتب التي تحتمل وجهات نظر مختلفة، وخصوصاً في مجال الأدب يعني في الشعر أو في الرواية، وهذه تختلف وجهات النظر حولها. يعني هناك من يجد أنها إيجابية وهناك من يجد أنها سلبية، ولكن الوزارة أو الرقابة في الإعلام الداخلي تستعين بلجان مختلفة ويقرؤونها ويجيزونها. وعلى كل حال إدارة المعرض استجابة لملاحظات الجماهير وضعت آلية لكتابة هذه الملاحظات، يعني هناك استمارة يتم التبليغ فيها عن الكتاب والأسباب والنماذج، وهذه تحال إلى اللجان الموجودة يوميا ويقرأها المتخصصون ثم يبدون رأيهم النهائي فيها. ولا أتذكر أن كتابا يعني يكون مخالف بهذه الصورة تفضل فيها الشيخ ويكون مستمر في المعرض. طب هو الشيخ ناصر بس يقول يعطونكم كل سنة قائمة، هل تأخذون هذه القائمة على محمل الجد؟ أنا لم أطلع على قائمة إلا هنا في قائمة قديمة من 7 سنوات تكرر، عبارة عن مجموعة من الشعراء القدماء يعني، وبدر شاكر السيار، عبد الوهاب البياتي، نزار قباني، محمود درويش، نجيب محفوظ إلى آخره، مجموعة من الأدباء في العالم العربي. هذه القائمة لا تعرف ماذا تريد بالضبط، هل هم يرفضون الشعر كله؟ هل يرفضون الأدب كله باعتباره من الفنون؟ هل يرفضون جنسا معينا؟ وهذه كتب اصلا موجوده بالمكتبات بدون المعرض، موجوده في المكتبات في الرياض وغير الرياض. هذه كل القائمه اللي تصلنا يعني، وهي مكرره من عام يمكن من 7 أو 8 سنوات نفس القائمه، ويؤخذ منها نصوص مجتزئه من سياقها. هذه نقطه مهمه انه احيانا يؤخذ بيت من الشعر او شطر. لا لا راح أعطيك الفرصة الشيخ ناصر. لا مثال، أنا الدكتور يقول إنه مجتزأ من سياقها. أنا أتكلم، أنت لما أنت قلت لي قضية لا يوجد كتب تقدح في الذات الإلهية، إنما هي خلاف وجهات نظر. أبدا أنا أعلنها الآن للجمهور، نحن لا نعارض أي قضية مختلف بين الفقهاء والعلماء أن تطرح، والأمر فيه سعة.
أو حتى قضية أدبية مختلف فيها لا نتكلم فيها. أنا أتكلم لما يأتي ديوان شعر ويقول الله طريد شريد يبيع اليهود وتكرر هذه العبارة، أنا أبي أمنع الكتاب ولو كان سطرا واحدا. هذا تعدى على الذات الإلهية. لما يقول نزار قباني وتزوج الله حبيبته، كيف أنا كإنسان أعيش بلد مسلم ما بطل وحي والرسالة وأقول والله لا هذه قضية خلافية؟ هذه ما قضية خلافية، هذه محل اتفاق بيننا، ولا يمكن واحد يقول إن هذا نص أدبي يحتمل أكثر من قول. طيب هذه قضية يعني شيخ ناصر ما عندك مشكلة في موضوع الروايات؟ والله جل وعلا نعم، يعني أنت ما عندك مشكلة شيخ ناصر في موضوع الروايات لو اختلف عليها، بس هذه مثلا واضحة صريحة عندك مشكلة معها. هذه أنا صريح، ما هي رواية هذه؟ أنا كلام صريح. لا أنا أسألك سؤال آخر، لأنه أيضا مثلا في بعض المطالبات بأنه في روائيين أو روايات يعني يشوفون أنها ما تكون موجودة في المعرض، أنت خلافك طيب على هذه الأبيات الصريحة؟ ممتاز. الروايات يا أخي في نظام على مستوى العالم كله، المادة الإباحية الجنسية الفاضحة الواضحة تمنع ويعاقب ويجرم صاحبها. أنا لا أتكلم عن رواية تكلمت عن والله رجل قبل امرأة، ولا كلام عام او اشياء مخالفات بسيطه او تحكي، لا انا ما اتكلم عن روايه، وللاسف اعذرني اقول هذا الكلام، تتكلم عن السحاق بين الفتيات ثم توضع لبناتنا ويشاد بها مسؤول الوزاره يمر والاعلام يصور وهو يشيد بهذه الروايه. هذا اجرام كبير يا اخي. انا ما اتكلم عن روايات بسيطه جاءت فيها عباره ندت، لا، روايه من اولها لاخرها تحكي تفاصيل مقززه للسحاق بين الفتيات وتحث عليه وتزاهد بالزواج. أي شيء نفخر به؟ نحن لا نتكلم يا أخي، لا نريد نضحك على الناس ونقول دائما نحن نتكلم في أشياء مخالفات بسيطة أبدا. وأنا أقول أنا بيدي سلمت القوائم كل سنة شيئا جديدا، ليس المكرر يا أخي إذا أنت حذفته وجزاكم الله خير، نعم الوزارة مشكورة حذفت بعض الأشياء، لكن في أشياء هي تعرف كل سنة أنها موجودة. وأنا أطالب الوزارة، أنا أقول كانت معارض الكتاب دائما تحت إشراف متخصصين من اللغة العربية والأدب وأيضا من الشريعة والعقيدة والمذاهب المعاصرة من السادة الأكاديميين، يكون قضية معلنة واضحة اللجنة تنظر فيها. لماذا ظهرت هذه في الآونة الأخيرة الخمس سنوات الأخيرة؟ كان المعرض الدولي يقام سنويا في جامعة الإمام وجامعة أبو سعود بالتناوب، لم نسمع بهذه الإشكالات، إنما جاءت في الآونة الأخيرة. يعني نحن لسنا أول مرة نقرأ كتاب، لا. الأمر الثاني يا أخي، في معرض القاهرة الدولي كل سنة يعلنون عن الكتب التي منعت، لجنة الأزهر تشرف على المعرض وتمنع أي شيء يسيء للذات الآية. للأسف منعت رواية سعودية فسحت في معرض الرياض، منعت رواية سعودية في مصر في القاهرة وتفسح عندنا في الرياض، قالوا لأن مستواها الأدبي الأخلاقي منحط ولا يليق بمسلمين أن يتداولوا. نحن يا دكتور ناصر والأخوة المشاهدين لا نتكلم عن قضايا بسيطة. طيب وصلت فكرة الشيخ ناصر، تفضل. نعم. الواقع ما تفضل فيه الشيخ من الأدب المكشوف مرفوض في كل مكان، وأصلا الأدب المكشوف هو في الحقيقة قبل ما يكون فيه مشكلات أخلاقية فيه مشكلات فنية. الكاتب الذكي البارع هو الذي لا يكون مكشوف واضح، لأن ما يصير أدب، هذا إسفاف. لهذا أنا أطمئن الشيخ والجميع أن هذه الكتب يجب أن لا تكون في المعرض لأنها تسيء إلى الذائقة الفنية حسب ما أشار. وأنا مطمئن أنها ليست موجودة، لكن في حال وجدت فمفروض أنه يبلغ عنها وتنتفي. الأدب الرفيع هو الأدب القائم على القيم الأخلاقية التي يعلي منها ويعبر عنها مستخدما الكناية والرمز. أما الأدب المكشوف الذي فيه أدب فضائحي فهذا يعني الوزارة لا تشجعه، وأتوقع أنه لا يفسح أصلا، فكيف به أن يوجد في المعرض؟ أما مسألة ما أشار إليه أنه احتمال أنه في كلمات تؤخذ من سياقها، طبعا يجب أنه يقرأ النص خصوصا الشعر، لأن الشعر هو أدب تمثيلي. يعني في التمثيل مثل ما الإنسان يجلس أمام المسرحية وهو يعرف قبل ما تبدأ المسرحية، أول ما يفتح ستارة، إن الذي يقول أبي وابني أنه ليس أبوه في الحقيقة وليس ابنه، إنما هو أدب تمثيلي، ومثله الشعر. ولهذا النص يقرأ بشكل شامل، ونحن يعني دائما نحيل الكتب والنصوص إلى المختصين، فإذا أجيزت عرضت وإذا لم تجز فإنها لا تعرض.
لكن لا أتوقع أبدا أن يكون هناك كتاب يسيء إلى الأخلاق أو الدين أو الوطن يمكن أن يوجد في المعركة. نعم تفضل شيخ ناصر. دكتور ناصر تفضل. كلامك هذا صحيح. أنت لما تتكلم عن شخصية في الشعر والرمزية والمسرحية لما تتكلم عن شخصيات مجهولة ويتكلمون عنها ولا يضر، لكن تصور لو أنا أقول ناصر الحجلان ها فيه وفيه وأبدأ أسب وأشتم فيه وأقول ترى أنا نص أدبي وقاعد أتكلم شعر، أنت لا تقبلها، فكيف بالله الذي هو أعرف المعارف شخص، يعني الله عز وجل هو أعرف شيء في الوجود. نحن نتكلم عن شخصية رمزية، فأنا أقول التلبيس على الناس بهذا الكلام إنه والله الشعر له احتمالات وقراءات، هذا في الأشخاص والشخصيات المجهولة الرمزية التي لا وجود لها في الواقع. نعم، لكن تتكلم عن بلفظ الله جل وعلا رب الكون الذي هو معروف. نعم هذا في القصيدة. نعم أن يتجرأ علينا أحد ويشتمنا ويقول والله أنا هذا نص أدبي اعذروني، فكيف نرى بذات الباري جل وعلا؟ فنقول هذه ليست هنا هذا المجال، ولا يمكن نقول للناس هذا الكلام. نعم نعم أنا أتفق مع الشيخ، يعني أتفق معك شيخ تماما في ما توصلت إليه، وفعلا أي شيء يمس الذات الإلهية أو الأديان والأنبياء والثوابت الوطنية فإنه يعني لا يوجد في المعرض. نعم. لكن أنا أتكلم عن الأدب بشكل عام وليس عن نقاط نعم. محددة. شكرا لك شيخ دكتور ناصر الحنيني الرئيس مركز أبحاث الفكر المعاصر على هذه المشاركة والمداخلة وتلبية الدعوة. أخيرا أسألك كم يستمر المعرض؟ يستمر من 5 مارس اللي هو يوم الثلاثاء بعد القادم لمدة 10 أيام إلى يوم الجمعة التي تليها اللي هو 15 مارس. هل عديت العدة لضبط المعرض؟ لأنه دائما في محتسبين أحيانا يصير في هلع من دور النشر، أحيانا يصير في لخبطة، يصير حديث الناس في الوطن العربي وفي العالم كل ما يصير المعرض. بإذن الله مثل ما جرى الترتيب العام الماضي كذلك هذا العام هناك ترتيب من إدارة المعرض وتنسيق الزيارات، وبإذن الله أنه يجد الزوار كل راحة واستقرار وأمن وهم يتجولون في المعرض للتسوق والشراء والاطلاع. وقد بذلنا كل مجهود، الوزارة بكل وكالاتها وأجهزتها مسخرت طاقتها منذ فترة طويلة لإنجاح هذه المناسبة أو هذا الحدث الثقافي المهم لبلادنا، لأنه في الواقع هو حدث لا يخص وزارة الثقافة فحسب وإنما يخص البلد بأكمله. تتعاون معنا قطاعات كبيرة من أبرزها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم متواجدون يوميا بالمعرض ويقومون بمساعدة إدارة المعرض في الترتيب والتنظيم. ولم نلاحظ كما حصل في العام الماضي أي أشياء تعكر صفو. أشكرك الأستاذ ناصر الحجلان وكيل وزارة الثقافة وإعلام الشؤون الثقافية، أشكرك على حضورك تلبية الدعوة، أتمنى لكم التوفيق في المعرض بعون الله. أهلا وسهلا. شكرا. إذن وصلنا لنهاية الحلقة، أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في برنامجنا يا هلا، ألقاكم غدا في أمان الله.